بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه. قلنا رضي الله عنه، إذا بدنا نعربها رضي فعل ماضي، فعل ماضي، لكن هنا المراد الدعاء، المراد الدعاء، يعني اللهم ارض عنه. وكرم وجهه، هذا القول كرم وجهه عن سيدنا علي، هذا استحدثه الناس بعد 100 سنة أو أكثر من وفاة سيدنا علي. في زمانه ما كان، عند ذكر سيدنا علي ما كان يقال إذا ذكر علي كرم الله وجهه، إنما بعد وفاة سيدنا علي بنحو 100 سنة الناس استحدثوه، ولا بأس بقوله، ما فيه ضرر. كذلك لو قيل إذا ذكر سيدنا علي أو ذكر سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان، إذا قيل بعد ذكر اسمهم، اسم واحد منهم عليه السلام، أيضا ما فيه ضرر، هذا أيضا ما فيه ضرر. أما أن يقال صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينبغي، مكروه، إلا أن يقرن مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يقال صلى الله على محمد وسلم وعلى علي وعلى أبي بكر وعلى عمر، هكذا يمشي. بعض الناس يقولون قوله عن كرم الله وجهه عن سيدنا علي هذا خاص به، قالوا لأنه لم يسجد لصنم، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر، ليس خاصا بسيدنا علي، وليس لأنه لم يسجد لصنم، علي لم ينفرد بهذا، ليس وحده الذي لم يسجد لصنم من الصحابة، بل يوجد غيره في الصحابة من لم يسجد لصنم، كعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن الزبير بن العوام. ويوجد أيضا من الصحابة من ولد في الكعبة، ضمن الكعبة، داخل الكعبة المشرفة، ليس علي وحده الذي ولد داخل الكعبة، يوجد غيره من الصحابة ولد ضمن الكعبة. حكيم بن حزام اسمه، حكيم بن حزام، هذا ولد في الكعبة. فإذا قال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ارتحلت الدنيا أي سارت مدبرة، أي إلى الانقطاع والزوال، يعني الدنيا تسير، أيامها تمضي، لكن أي وجهة تتجه إليها؟ إلى الزوال، طريقها إلى الزوال، تتجه الدنيا باتجاه انتهائها، باتجاه زوالها، كأنها لم تكن. وارتحلت الآخرة مقبلة، الدنيا سارت إلى الزوال، إلى الانقطاع، أما الآخرة فقد سارت إلى إقبال، ليس إلى زوال. ولكل واحدة منهما بنون، هذا كلام سيدنا علي. ما معنى لكل واحدة منهما بنون؟ يعني الآخرة
لها أبناء والدنيا لها أبناء، هناك أناس هم أبناء الآخرة وهناك أناس هم أبناء الدنيا. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة الذين يدخلون الجنة من غير سابق عذاب، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذه نصيحة من سيدنا علي، من أول رضي الله عنه، من أول عليه السلام، من أول كرم الله وجهه، ومن أول كلامه حق كمان. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. حتى تكون من أبناء الآخرة وحتى لا تكون من أبناء الدنيا بدك تعرف من هم أبناء الآخرة، ما هو عملهم، ليش تصنيفهم أنهم من أبناء الآخرة، بأيش صنفوا تحت هذا التصنيف، وأولئك بأي تصنيف، على أي أساس صنفوا بأنهم من أبناء الدنيا. الذي خلقه الله تعالى في هذه الدنيا فاستعمل حياته في طاعة الله طلبا لرضا الله تعالى، صرف حياته، صرف أنفاسه، صرف وقته، صرف عمله في طاعة الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين عرفوا قدر الآخرة، هؤلاء الذين اشتغلوا ليكونوا من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أبناء الدنيا فهم الذين عملوا في الدنيا كأنه لا آخرة، غرقوا فيها بحيث غفلوا عن العمل للآخرة، ألهتهم الدنيا، ألهاهم المال، ألهتهم التجارة، ألهتهم الشهوات عن العمل للآخرة. اليوم فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اليوم العمل وغدا الحساب. اليوم يعني اليوم الآن في الدنيا، طيب هذه الدنيا للعمل، أي عمل؟ العمل الذي تجلب المال منه، العمل الذي تبحث فيه عن المناصب العالية والوظائف الكبيرة، أي عمل؟ العمل الذي ينفعك في الآخرة، هذا هو العمل الذي ينفعك في الآخرة، العمل الذي يكون ذخرا لك، أي كنزا من الثواب يدخره الله لك، تلقاه يوم القيامة، تجده في صحائف عملك، فتأخذ صحيفتك بيمينك وتدخل الجنة مسرورا. هاكم اقرؤوا كتابيه، هاكم اقرؤوا كتابيه. الواحد بالصف لما يكون بالامتحان آخر السنة ودارس ومتمكن من الإجابات على الأسئلة، ثم بعد ذلك تطلع النتيجة أول من الأوائل، ممتاز، بياخذ الشهادة ويروح عند أهله، شوفوا انظروا شهادتي، هاكم اقرأوا كتابي، مبسوط فرحان. فقوله اليوم العمل ولا حساب، يعني الله ما جعل هذه الدنيا دارا للحساب، إنما جعلها دارا للعمل. يعني ما معنى ليست دارا للحساب؟ أحيانا الشخص يسيء فيأتيه جزاؤه في الدنيا، يأتيه جزاؤه في الدنيا. فإذا ما معنى الدنيا ليست دارا للحساب؟ معناه أن أغلب الحساب يكون في الآخرة، أغلب الحساب يكون في الآخرة.
أما يوجد من يعاقب على إساءة في الدنيا، يوجد أعمال من إذا عملها يعاقب عليه، يعجل الله له العقوبة في الدنيا. روى الإمام أحمد وغيره ما من ذنب، يعني حديثا، روى حديثا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، مع ما يدخر له في الآخرة. شو هذا الذنب اللي هو جدير بأن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا؟ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني فوق ما يعذب عليه في الآخرة، يعجل له العذاب في الدنيا ويعذب في الآخرة، من البغي يعني الظلم وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم. فهذان الذنبان جدير بأن يعجل الله لمن فعلهما، لمن وقع فيهما، بالعقوبة في الدنيا ويعاقب على ذلك في الآخرة أيضا. وغدا اليوم العمل، وغدا يعني في الآخرة الحساب، معنى الحساب الجزاء، الجزاء. وغدا الحساب أي الجزاء، ولا عمل، ليس في الآخرة عمل تكليفي، يعني في الآخرة أهل الجنة لا يقال فرض عليهم أن يفعلوا كذا وحرام عليهم أن يفعلوا كذا وأهل النار، إنما هو دار الجزاء على العمل. التقي يجازى بالنعيم المقيم الخالد، والكافر يجازى بالعذاب الأبدي الذي لا ينتهي في نار جهنم. والمسلم العاصي من أهل الكبائر الذي شاء الله له أن يعذب في نار جهنم يبقى المدة التي شاءها الله، ثم بعد ذلك يدخله الله الجنة. وهذا هذا الحديث يصح أن يسمى حديثا، قول الصحابي يسمى حديثا، حنفوت نرجع للبيقونية، قول الصحابي يسمى حديثا ويسمى خبرا ويسمى أثرا. الأثر يشمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابي، كذلك الخبر، كذلك الحديث، مع شيء من التفريق عند المحدثين عند الحفاظ. يعني بعضهم يقول الأثر هو قول الصحابي والتابعي، وبعضهم يقول لا، الأثر يصح أن يكون قول النبي أو قول صحابي أو قول تابعي. يعني مصطلحات بين أئمة هذا الشأن، هذا الفن. والذي يشتغل بالأثر يحفظ، هذا يسمى أثريا، يسمى أثريا. يمكن بالدرس القادم يمر معنا. رواه البخاري في كتاب الرقاق من الجامع المسند له المعروف باسم صحيح البخاري، يعني كلام علي هذا عليه السلام الإمام البخاري
رواه في صحيحه من الجامع المسند. كمان المسند له تعريف، المسند له تعريف عند علماء الحديث، عند علماء المصطلح. المسند الذي يرويه المحدث أو الحافظ بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه كلام سيدنا علي رواه البخاري في آخر كتاب الرقاق. شو يعني الرقاق؟ رقيق، يعني من الرقائق، من الأشياء التي تلين القلب، ترقق القلب. من الجامع المسند له المعروف بصحيح المعروف باسم صحيح البخاري. هلا اسمه صحيح البخاري، ليش اسمه صحيح البخاري؟ لأن الإمام البخاري اشترط ألا يضع في كتابه هذا إلا ما صح عنده إسناده من الحديث، ما صح إسناده على شرط البخاري أورده في كتابه. كم حديث صحيح كان يحفظ البخاري؟ 100,000. كم حديث غير صحيح كان يحفظ البخاري؟ 200,000. من 100,000 اختار نحو 7,000 حديث، نحو مع المكرر، يعني بطرق أخرى، براو آخر ذكرها في صحيحه. فسمي الصحيح لأنه اشترط ألا يجعل فيه إلا ما يحكم هو بصحته من الحديث. والمسند ليش اسمه مسند؟ لأن الأحاديث التي أوردها فيه أوردها بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمه مسند. إذا شو قال سيدنا علي؟ ارتحلت الدنيا وهي مدبرة سائرة إلى الزوال، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اليوم العمل وغدا الحساب. في رواية اليوم العمل ولا حساب، يعني أغلب الحساب يكون في الآخرة، وغدا الحساب في رواية وغدا الجزاء ولا عمل. في الجنة ما بتصلي، ما في صلاة، ما في صيام، هذه المفروضات علينا في الدنيا التي كلفنا بأدائها في الدنيا، إن أديتها على الوجه الذي أمرت به كما أمرك الله تعالى فكنت من أهل الجنة. الجنة ما في هذا التكليف الذي كان في الدنيا، الله يرفعه عنا في الآخرة. كذلك الذين هم أهل النار ليس عليهم تكاليف كما كان في الدنيا، فهؤلاء الذين يفترون على الشرع يقولون الذي لا يصلي في الدنيا يصلي في الآخرة على بلاط جهنم، ما صحيح هذا الكلام. من أين أتوا به؟ لا يوجد في حديث صحيح، وكلام العوام بقول لك بكرة بتصلي على بلاط جهنم. لا، بجهنم ما في صلاة، بجهنم ما في صلاة، في عقوبة على ترك الصلاة في الدنيا. تارك الصلاة في الدنيا يعاقبون في جهنم على تركهم للصلاة، إلا من عفى الله عنه
بعض العصاة، بعض أهل الكبائر الله يعفو عنهم، إما بشفاعة شافع يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو الملائكة يشفعون، أو إن كان له ولد صغير مات صغيرا يشفع له، ومنهم من يعذبه الله تبارك وتعالى. لكن كون هذا الشخص مات على الإسلام، مات مسلما، مات موحدا، مات منزها لله، لا يشبه الله تعالى بخلقه، ولا يعتقد أن الله يحتاج إلى شيء من خلقه، لا يعتقد أن الله يسكن السماء أو يجلس على العرش أو أنه في كل مكان بذاته، لا يعتقد ذلك، إنما ينزه الله عن مشابهة المخلوقين، يعتقد أن الله تبارك وتعالى الذي خلق كل هذا العالم بما فيه من سماوات وعرش وكرسي وجنة وأراض ونار جهنم، كل هذا وزمان ومكان، كل هذه المخلوقات مجموعها يسمى العالم. فالمسلم الذي يعتقد أن الله لا يحتاج إلى شيء من هذا العالم، لا إلى العرش ولا إلى الجنة ولا إلى الأنبياء ولا إلى الملائكة، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، كل الخلق يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. مات هذا المسلم على هذا الاعتقاد، لم يدخل قلبه اعتقاد مخالف مضاد لهذا الاعتقاد، وآمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يبلغه عن الله، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر به أو نهى عنه أو فعله نؤمن ونصدق بذلك من غير شك ولا ريب. هذا الذي يكون على هذه الحال ويؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصيام وطلب للعلم الشرعي الواجب، لأنه قسم من علم الشرع فرض على كل مكلف أن يحصله، فمن قصر في تحصيله استحق عذاب الله يوم القيامة، استحق أن يعذب في جهنم. مش بس بعض الناس بظن أنه خلص أنا بصلي الصلوات الخمس وبصوم رمضان وما بأذي حدا، وهو جاهل بعلم الدين، وهو جاهل بعلم الدين، وهناك قدر من علم الدين يجب عليه أن يتعلمه، فإن أهمل تعلمه وقع في ذنب كبير يستحق إن مات على ذلك من غير توبة أن يعذبه الله في نار جهنم، يستحق هذا العذاب. وأشرف العلوم، أعلى العلوم درجة، أفضل العلوم درجة، هو علم التوحيد. العلماء يقولون شرف العلم بشرف المعلوم. كيف بدك تعرف أنه هذا العلم أديش درجته شريفة، أديش شريف، أديش درجته عالية؟ كيف يكون أفضل من غيره من العلوم؟ بإيش تعرف؟ وهذا العلم يتعلق بمعرفة ماذا؟ بإيش؟ علم النحو بإيش بتعلق؟ كيف تعرف أواخر الكلمات؟ أواخر الحركة في آخر الكلمة. علم الصرف، الحركة في وسط الكلمة، في منتصف يعني ضمن الكلمة كيف تتحرك. طيب هذا علم جيد، هذا علم شريف. ليه؟ لأنه بتعرف تقرأ القرآن من خلاله، بتعرف ما تغلط بقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في أشرف منه؟ نعم، علم الحديث. علم الحديث. طيب في أشرف منه؟ علم التوحيد. شرف العلم بشرف المعلوم. طيب ليش علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق؟ لا دكتوراه من السوربون، ولا دكتوراه من هارفارد، ولا دكتوراه من أكسفورد. علم التوحيد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. هذا العلم، علم التوحيد، به تعرف ما يجب لله وما لا يجوز في حقه، فإذا تعرف تعبد الله تعالى على ما يليق بالله، على الوجه الذي أمرك الله به. بدون علم التوحيد
قد يقول إنسان بلسانه إذا سئل من تعبد يقول لك أنا أعبد الله الذي يسكن في السماء، أنا أعبد الله الذي هو جالس على العرش، أنا أعبد الله الذي هو كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد. هذا ما عبد الله، هذا عبد شيئا هو توهمه بخياله هو سماه الله، لأن الله تعالى في كتابه قال عن نفسه ليس كمثله شيء. هذا الذي يصعد إلى فوق وينزل إلى تحت يوجد مثله ولا لا يوجد مثله؟ يوجد مثله. هذا الذي يحتاج أن يجلس، أن يشغل حيزا من الفراغ، أن يشغل مكانا، يوجد مثله ولا لا يوجد مثله؟ يوجد مثله. الله قال ليس كمثله شيء. إذن كل ما له مثيل الله لا يوصف به ولا يشبهه، كل ما له شبيه، كل ما له مثيل الله تعالى لا يشبهه بأي وجه من الوجوه. الإنسان أليس له أشباه؟ له أشباه. إذن الله تعالى لا يوصف بما يوصف به الإنسان. الحجر أليس له أشباه؟ له أشباه. إذن الله تعالى لا يوصف بصفات الحجارة. الماء السائل أليس له أشباه؟ له أشباه. الله تعالى لا يوصف بصفات الماء. هذه الأحجام، هذه الأجرام، هذه المخلوقات التي نتكلم عنها منها ما هو متحرك أحياناً وساكن أحياناً أخرى، ومنها ما هو ساكن دائماً. الحجارة إذا حطيت صخرة ساكنة تتحرك؟ لا تتحرك إلا أن يحركها إنسان، أو تتحرك إذا هبت ريح وكانت الريح قوية، أما هي ساكنة. الإنسان يتحرك أحياناً ويسكن أحياناً، الملائكة يتحركون أحياناً ويسكنون أحياناً، النجوم متحركات دائما، متحركات دائما. إذن الله تعالى خلق مخلوقات تسكن أحيانا وتتحرك أحيانا كالإنسان والجن والملائكة والبهائم والحشرات وإلى آخره، وخلق مخلوقات ساكنة دائما، وخلق مخلوقات متحركة دائما. فإذا الله تعالى لا يوصف بصفات هذه ولا بصفات هذه ولا بصفات هذه. لا يقال الله ساكن، ولا يقال الله متحرك، ولا يقال الله ساكن أحيانا ومتحرك أحيانا أخرى. ولا كيف يعني شيء له ساكن وله متحرك وله بيتحرك أحيانا ويسكن أحيانا؟ كيف؟ العقل لا يقبل أن يكون الخالق يشبه مخلوقه، لأن الشبيه لا يخلق شبيهه. الأب يشبه ابنه، مش هيك؟ هذا جسمه لحمه ودمه وقلبه شرايين، طيب يشبهه. هل الأب هو الذي خلق ابنه؟ لا، ليس هو الذي خلق ابنه. لو كان الأب خالقا لابنه، طب ليش ما بيكون الابن خالق؟ ما نفس الشيء، ما هذا يشبه هذا، هذا لحم ودم وقلب وشرايين وروح، وهذا نفس الشيء، ليش هذا خالق وهذا مخلوق؟ لا تصح الخالقية لا لهذا ولا لهذا. الذي خلق الأب هو الذي خلق الابن، وخالقهما لا يشبههما بوجه من الوجوه. فليس الله تعالى مشبها لأحد من خلقه، وليس نورا بمعنى الضوء. الضوء له حجم، كل ما له حجم، حجم كبير، حجم وسط، حجم صغير، هذه الأحجام. من الذي جعل الأجرام الأجسام كل واحد منها على حجم؟ الله تعالى خصص العرش بأنه أكبر المخلوقات حجما، وخصص السماء بأنها متسعة حجمها كبير،
وخصص الأرض كذلك، وجعل الإنسان شيئا صغيرا قياسا بالأرض، وجعل بعض البهائم شيئا صغيرا قياسا بحجم الإنسان، وجعل الحشرات شيئا صغيرا قياسا ببعض البهائم. هذه الأحجام كلها الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها. فخالق الأحجام ليس حجما، وخالق الألوان ليس ذا لون، لا أبيض ولا أصفر ولا أحمر ولا أورانج ولا شو بسموه هذا الشفتشي، لا يوصف باللون. كل ما يوصف به المخلوق الله لا يوصف به. هذا الذي فهم معنى قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وفهم معنى قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. نهي، هذه لا اسمها باللغة لا الناهية، لا الناهية، لا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه. يأتي من يقول لك أنا أقول الله تعالى له يد حقيقية لكن ما بعرف كيف التخطيط تبعها، ما مثل إيد الإنسان. تقول لك على زعمك شو مثل إيد الأسد مثلا؟ لا مثل إيد. نحن نقول الله تعالى له يد بمعنى الصفة له، لا بمعنى الجارحة، لا بمعنى العضو. هذه الجارحة لها حجم، لها شكل. خالق الأشكال كلها هو الله، خالق الأحجام كلها هو الله تبارك وتعالى. فلا يوصف ربنا لا بحجم ولا بشكل ولا بلون ولا بأنه ساكن ولا بأنه متحرك ولا بأنه ساكن أحيانا ومتحرك أحيانا أخرى. طيب، كذلك الله تعالى لا يوصف بأنه متصل بالعالم، ولا يوصف بأنه منفصل عن العالم. الاتصال والانفصال صفة للمخلوق. يدي الآن اتصلت بيدي الأخرى ثم انفصلت عنها، الاتصال والانفصال صفة لي لأنني مخلوق. الله تعالى خلق العالم كله، علويه وسفليه، ليس داخل العالم وليس خارج العالم. ليش؟ طيب ليس داخل العالم واضحة، لأنه لو كان داخل العالم لكان جزءا من العالم، يعني احتاج إلى من خلقه، والله خالق وليس مخلوقا. طيب ليش ما منقول الله تعالى ليس خارج العالم؟ ليش هالعبارة لا تقال؟ طيب، هذه اتصلت باللابتوب، أدي المسافة بيناتهم ما في متلاصقان. طيب هذه انفصلت عن اللابتوب، انفصلت بكم من السنتيمترات أو من الإنشز؟ طيب هلأ صاروا قد إيه؟ لأن المنفصل عن الآخر يكون بينه وبين الآخر مسافة، وهذه المسافة وجدت بتقدير الله تعالى. الله تعالى الذي جعل هذه المسافة بين هذا وهذه قادر على أن يجعل المسافة أقل أو أكثر، فالذي يكون بينه وبين غيره مسافة لا يكون إلا مخلوقا. الذي يكون بينه وبين غيره مسافة لا يكون إلا مخلوقا. مش المخلوق في بينه وبين مخلوق آخر مسافة؟ وأن الله ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن لا يقال الله تعالى خارج العالم، لأنه لو كان خارج العالم لكان بينه وبين العالم مسافة. طيب بيجي بيقول لك طيب خي شو بدنا نقول؟ الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، لا هو متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ماذا نقول؟ نقول قبل أن يخلق الله العالم كله، كل بسماواته والعرش والأراضي السبع وما فيها وما بينها وما تحتها،
قبل أن يخلق الله كل هذه المخلوقات كان الله موجودا أم لم يكن موجودا؟ كان موجودا، وجوده بإيجاد غيره له أم وجوده أزلي لا ابتداء لوجوده؟ لم يسبق وجوده عدم، شنو كان معدوم وبعدين وجد، شنو ما كان موجود بعدين صار موجود مثلنا مثل العالم. وجوده أزلي لا ابتداء لوجوده، لأنه لو كان لوجوده ابتداء يعني ما كان موجود بعدين صار موجود لاحتاج إلى من أوجده، واللي بيحتاج لغيره ما بيكون إله، بيكون عاجز. فالله تبارك وتعالى أزلي لا ابتداء لوجوده، يعني لا يجري عليه زمان. الأزلي الذي لا بداية لوجوده لا يجري عليه زمان، فلا يقال كم عمر الله. الذي له عمر يكون مر عليه زمن بعد زمن بعد زمن بعد زمن. السماوات لها عمر، العرش له عمر، الإنسان له عمر. أما الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده، إذا واحد بيقول له عمر، طب أمتى كان؟ ما هو كان في الأزل فيما لا بداية له، كيف يكون له عمر؟ لا يكون له، لا يوصف بالعمر. العمر من صفات المخلوقات، لكن يوصف بالحياة، لأنه لو لم يكن حيا لكان ميتا، والميت لا يكون إلها. طيب إذا الله أزلي لا ابتداء لوجوده، لا بداية لوجوده، كان قبل أن يخلق العالم بلا عالم. لم يكن في الأزل إلا الله، في الأزل لم يكن إلا الله، لا سماوات ولا أراضي ولا عرش ولا كرسي ولا ملائكة ولا أنبياء ولا إنس ولا جن ولا شيء، لم يكن إلا الله. ثم خلق الله تعالى العالم. هل خلقه دفعة واحدة؟ لا. أول ما خلق الله الماء، أي ماء؟ الماء الذي هو الآن تحت العرش. الله تعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال يا رسول الله، شوف الصحابة قديش كان يحبوا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي، خلاص بقى في برتاح، وقرت عيني. شو يعني قرت عيني؟ ما بقى تتحرك، ما بقى تتحرك، ما بقى تطلع شمال ويمين وورا وقدام وفوق وتحت، كل نظره مثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، عم يشوف المحبوب، عم يشوف الحبيب الأعظم، عشان بده يطلع شمال ويمين. وقرت عيني، هدأت، ما عاد شيء يشغلني عن النظر إليك. هذا الحب، هذا هو الحب. قال يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي، مؤنث، وقرت عيني، فأخبرني عن كل شيء. كل شيء من إيش جاء؟ المخلوقات منين؟ بعض الناس فكروا حالهم إنه هن اكتشفوا، قد يقال ما يتسخني هلا عم يسألوا السؤال، إنه ما دام بخبر عبال حدا غيرهم. أبو هريرة قال فأنبئني عن كل شيء، فقال عليه الصلاة والسلام كل شيء خلق من الماء. هل يتعارض هذا الحديث مع قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ لا يتعارض، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر كلام الله تبارك وتعالى. فأول المخلوقات الماء، وهو أصل كل المخلوقات، كل المخلوقات أصلها من الماء. ثم بعد الماء، من الماء خلق الله العرش وجعله أكبر حجما من الماء الذي خلق منه. منه غريب، ليش الإنسان من إيش يخلق؟ أليس يخرج من يخرج من بين لا من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، من ماء دافق.
شو جاب حجم الإنسان بعد اكتمال نموه إلى حجم الماء الذي هو أصله المني يعني. فالله تعالى خلق الماء الذي هو أول المخلوقات، ومن الماء خلق العرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما، وجعل عرشه فوق الماء، جعل العرش فوق الماء. لماذا خلق الله العرش؟ في أكثر من جواب. الجواب الطبيعي الأول أن نقول الله تعالى كل العالمين ملك له، وهو يفعل في ملكه ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار، لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، هو الآمر الناهي. شاء في الأزل أن يكون عرش فخلق العرش، فخلق أظهر العرش على ما علم وشاء، أظهر العرش بعد أن لم يكن العرش موجودا، أوجده أبرزه من العدم إلى الوجود على ما شاء ربنا وعلم، لم يسبق علمه مشيئته. ممنقول علم ثم شاء، لأن صفات الله تعالى كلها لا ابتداء لها، لأن قوله قول القائل علم ثم شاء معناه المشيئة تأخرت عن العلم، يعني ما كانت موجودة ثم حدثت له مشيئة. الذي يحدث له صفة ما كان متصفا بها يكون مخلوقا. الذي هو محل الحوادث تحدث له صفات لم يكن متصفا بها هو المخلوق. عندما يتكلم إنسان بحال بصحة جيدة وبلسان فصيح ثم بعد ذلك يصاب بمرض يمنعه من الكلام ويقعده ويتغير حاله، حدثت له صفة ما كان متصف بها. ليه؟ لأنه مخلوق. بعلمك وجهه منور وأحمر وأبيض وأزهري اللون، أصيب بالصفراء صار وجهه أصفر، عيونه البياض أصفر، تغير حاله. فالذي يتغير من حال إلى حال يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره يكون عاجزا، والعاجز لا يكون إلها. طيب، فالله تعالى كان موجودا قبل أن يخلق العالم، يعني قبل أن يخلق المكان والزمان والإنس والجن والعرش والكرسي، ثم بعد أن خلق العالم، خلق المكان والزمان والماء والعرش والكرسي، خلق هذه المخلوقات، بعد أن خلقها هل تغير؟ لا يتغير عما كان، لا يتغير عما كان، لأن الذي يتغير محتاج إلى من يغيره. نحن كيف عرفنا أن هذا العالم مخلوق؟ شو الدليل على أن هذا العالم مخلوق؟ تغيره من حال إلى حال. أكبر علامات الحدوث أن هذا الشيء مخلوق التغير من حال إلى حال، لأن العقل يقضي بأن كل متغير يحتاج إلى من يغيره، يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. فكما صح وجود الله تعالى قبل خلق المكان بلا مكان، صح وجوده بعد أن خلق المكان بلا مكان، لا يتغير ولا يحتاج إلى خلقه. الذي يقول الله جالس على العرش جعل الخالق محتاجا للمخلوق، يفهم معنى الآية على غير معناها، الرحمن على العرش استوى، فيفسر استوى بجلس. إيش معنى اخترت جلس؟ كلمة استوى كما ذكر علماء اللغة لها 15 معنى باللغة العربية، إيش معنى اخترت هذا المعنى بالذات؟ لولا أن قلبك فيه اعتقاد التشبيه لله بخلقه، لأن الجلوس ليس من صفات الله، الجلوس من صفات المخلوق. وين
كيف توفق، كيف تجمع بين قولك الله جالس على العرش وبين قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال؟ إذا قلت الله جالس على العرش فقد جعلت له أمثالا كثيرة لا تعد ولا تحصى. الإنس يجلسون والجن يجلسون والملائكة يجلسون والبهائم تجلس والحشرات تجلس. إذا قلت الله جالس على العرش جعلت له أشباه وأمثال كثيرة وهو القائل فلا تضربوا لله الأمثال. كيف بدك لكان؟ شو بتقول بالآية هذه؟ ماذا تقول في هذه الآية؟ تقول اقشطوها من المصحف، امزحوها من المصحف. فإذا الاستواء هنا ليس معناه الجلوس. بقول لك طيب شو معناه؟ في 15 معنى لكلمة استوى في اللغة. مثلا تقول استوى الثمر على الشجر، شو يعني استوى؟ يعني صار ناضجا، صار ناضجا يعني صار يؤكل. هل يقال عن الله استوى بهذا المعنى؟ لا يجوز، هذا تشبيه لله بخلقه. طيب شو في بعض معاني الاستوى في اللغة العربية؟ اعتدل بعد اعوجاج، اعتدل بعد عوي... شخص كان مثلا قاعد هيك فاستوى قاعدا كان معوج، هل يصح ان يوصف الله باعتدال بعد اعوجاج؟ بعد في معاني لكلمه استوى باللغه العربيه. نعم نعم، منها قهر العرش، قهر استوى باللغه تاتي بمعنى قهر. نعم، عندك شاهد؟ نعم، قال الشاعر فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وكاسرين. ما معنى واستوينا عليهم؟ جلسنا على أكتافهم؟ لا، معناه قهرناهم. إذا استوى تأتي بمعنى قهر، ماشي. هل إذا فسرنا استوى في الآية الرحمن على العرش استوى بقهر نكون ارتكبنا محظورا، نكون ارتكبنا شيئا يخالف العقل السليم؟ لا، أليس الله تعالى قاهرا بكل شيء؟ وهو القاهر فوق عباده في القرآن، وهو القاهر فوق عباده. فنحن إذا قلنا الرحمن على العرش استوى قهر العرش نكون وصفنا الله تعالى بصفة هي له، وصف بها نفسه، فلا نكون ارتكبنا محظورا. فتفسيرنا استوى بقهر لا يخالف اللغة، لأن استوى تأتي بمعنى قهر لغة، لا يخالف العقل ولا يخالف الشرع، يعني لا يؤدي إلى تناقض في القرآن. أما تفسير استوى بجلسة يوافق اللغة؟ نعم يوافق اللغة، لكن هل يوافق العقل؟ هل يقبل العقل أن يكون الله تعالى مشبها لمخلوقاته؟ لا. هل يوافق الشرع؟ لا، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. طيب الذي يفسر استوى بجلسة يكون ضربا لله الأمثال ولا لا؟ يكون مثل الله تعالى، يكون جعل لله أمثالا كثيرين. إذن ضرب على تفسير استوى بجلسة، لا تقبل أن تفسر استوى بجلسة. الجلوس صفة المخلوق، صفة القرد وصفة الخنزير وصفة الإنسان وصفة الحشرات، كيف يوصف الله تعالى بصفات مخلوقاته وقد قال سبحانه ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له شبيها؟ لا شبيها لله، لا شبيها لله. إذن أهل هذه العقيدة هم الفرقة الناجية الذين ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، هم الفرقة الناجية الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار
إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال السواد الأعظم، أكثر المسلمين على التنزيه، على هذه العقيدة، أكثر المسلمين على هذه العقيدة. أما الذي خالف هذه العقيدة فاعتقد أن الله جسم كبير قاعد فوق أو في مكان ما أو محيط بالعالم كإحاطة الخاتم بالإصبع، هذا ما عبد الله، هذا عبد الشيء الذي توهمه أنه الخالق، فلا يكون مسلما عند الله، لا يكون مسلما، لأن المسلم هو الذي ينزه الله عن مشابهة المخلوقين. المسلم هو الموحد، مش هيك؟ شو يعني موحد؟ إنه فقط يقول بلسانه لا إله إلا الله، ولا يعتقد معناها كمان؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق إلا الله، يعني كل ما سوى الله شو بيكون؟ مخلوق. وهل يشبه الخالق والمخلوق؟ لا. إذن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، معناها أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، يعني لا يشبه شيئا من خلقه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه. فإذا لا نقول الله في جهة فوق أو يسكن السماء أو جالس على العرش، ولا نقول الله في كل مكان. الجواب على الجواب لمن يسأل أين الله، أن يقال له السؤال عن الله تعالى بأين بمعنى المكان، هذا تشبيه لله بخلقه. بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله، الحديث اللي بتمسكوا فيه المشبهة، أنه واحد جاء بجارية له فقال يا رسول الله هل أعتقها؟ لا أدري هل هي مؤمنة ولا لا. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ورد بهذه الصيغة في صحيح الإمام مسلم، لكن نفس الحديث ورد بصيغة أخرى في موطأ الإمام مالك، نفس الحديث قصة الجارية لكن باختلاف كبير كبير. إذا كان نفس الرواية نفس الحديث في صحيح مسلم وارد أنه الجارية قالت في السماء، وأن النبي سألها أين الله، أيوة. نفس قصة هذه الجارية عند الإمام مالك في الموطأ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. لا قالها أين الله ولا قالت في السماء. وفي رواية ثالثة أظن عند ابن عبد البر من الحفاظ، أن الجارية كانت خرسا ما بتحكي. ففي هذه الرواية أن النبي سألها أين الله فأشارت إلى السماء لأنه ما بتحكي. تعالوا نجمع أن نفس القصة عن نفس الشخص، نفس الإمرأة، هون ويرد بهالشكل وهون بهالشكل، كيف بدنا نجمع بين الروايات الثلاثة؟ كيف بدنا نوفق بيناتهم؟ إذا بدك تقول لي أنا بأخذ برواية مسلم أنها قالت في السماء، ما الإمام مالك قبل مسلم وأعلم من مسلم بعلم الحديث، الإمام مالك أقرب إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ليش تركت رواية الإمام مالك تحكم؟ الإمام مالك قبل بكثير من الإمام مسلم، ومالك روايته أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم، ما قالت في السماء. والرواية اللي عند ابن عبد البر أنه كانت خرساء أشارت إلى السماء، كيف بدك تجمع بين الروايات الثلاثة؟ إن شاء الله بيمر معنا بالبيقونية، شرح البيقونية بعلم الحديث. علماء الحديث قالوا إذا ورد الحديث بعدة روايات لا يمكن الجمع بينها، ما فينا كيف بدنا نوفق بين الثلاثة؟
فيسمى الحديث حديثا مضطربا يعني ضعيفا، والحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد. الحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد. فإذا ما يخوفكم المشبه؟ الإمام مسلم رواه، أوكي الإمام مسلم رواه، والنووي شرحه. أنتم تقولوا الإمام مسلم أورد الحديث في صحيحه، ما إجا النووي بعدان وشرح صحيح مسلم. شو بقول الإمام النووي شرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم؟ ماذا يقول النووي؟ الإمام النووي يقول: سؤال النبي لها أين الله، هذا على افتراض صحة الحديث، معناه سؤال عن المكانة ليس عن المكان. شو مكانة فلان عندك؟ تقول في السماء، هو عالي القدر جدا. فلان عندي إياه بالسماء، ما معناه؟ يعني عالي القدر. فسؤال النبي لها إن صح الحديث أين الله، سؤال عن المكان عن القدر، وليس سؤالا عن المكان. وجوابها في السماء يعني هو الأعلى قدرا. ليش المخلوق منا شو بتطلع له؟ شو بشوف غير السماء؟ أعلى شيء من ما يراه السماء. هي قالت في السماء يعني الأعلى قدرا، ما أرادت أن الله يسكن في جهة فوق. ثم قولوا لي لو جاءنا شخص أو جاء شخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أريد أن أدخل في دين الإسلام، ما هي العبارة التي أقولها لأصير مسلما؟ شو يقول النبي تظنه؟ قل ماذا؟ شو يا أبو محمد؟ أرجو ما كنتش ألأت من أمسيتك. شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى أحكم لك بالإيمان. ما هيك؟ هل يقول له قل الله في السماء تصير مسلما؟ اليهود يقولون الله في السماء، والنصارى يقولون الله في السماء. الذي يقول الله في السماء يكون مسلما هكذا يدخل في الإسلام؟ لا. فاللي ما بيتعلم لا يجلس في مجالس أهل العلم، بيعيش حياته مثل ما قال سيدنا علي: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اللي بده يعيش لأنه من أبناء الدنيا وكأنه ما في آخرة، هم جمع المال والمناصب ويقديه بصير حسابه بالبنك، وين بده يشم الهواء، وبيخطط قبل بأشهر ليروح رحلة وبيكنيك وكذا، وما بيعرف حاله إذا حيعيش بعد لحظة من هالتخطيط ولا لا. هذا من أبناء الدنيا، هذا من أبناء الدنيا. أين هو من كلام سيدنا علي عليه السلام؟ فاللي بده يتعلم حتى يكون بده يكون من أبناء الآخرة بده يتعلم شرع الله ويفهم. ليه؟ لأنه قد يلائم بهالمجتمعات هذه، ولا شو بيقولوا؟ لا، على زعم يقولوا العالم صار صغير، أوام فلان بيلتقى بفلان وكذا. قد يجد يلتقي بأناس يشوشون عليه دينه وأمر دينه. إذا ما كان مسلح بالعلم وبردود أهل الحق وبأجوبتهم، قد تزل قدمه مع الذين ضلوا وزلت أقدامهم. نسأل الله السلامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.